التسجيل في الانتخابات هيتوقف عند الساعة 7، ولكن اللي سجل انه ينتخب لحد الساعة 7 من حقه ان هو يدلي بصوته طالما هو دخل المقر الانتخابي وسجل اسمه انه هينتخب. ده امر مهم جدا، ممكن نشوف امتداد للوقت في التصويت، ممكن يمتد التصويت مثلا لحد الساعة 8 او لحد ما الناس اللي سجلت من اعضاء الجمعية العمومية يدلوا بصوتهم في الانتخابات. شايف ان ممكن الوقت يمتد يا استاذ جمال؟ طبعا الكلام اللي بتقوله كلام مظبوط جدا. الميعاد الرسمي او القانوني الساعة 7، كل من سجل لابد ان تستمر العملية الانتخابية الى ان ينتهي كل من له حق التسجيل. ولكن اللي انا شايفه ان في اعداد كبيرة بدأت تروح، واحنا عارفين ان احنا كمصريين بنحب اللحظة الاخيرة. فلو هناك اعداد كبيرة بالفعل، اللجنة القضائية ارتأت ان ده في صالح العملية الانتخابية وان في موافقة من جميع الاطراف، ممكن تمد ساعة، تمد بقى فتح باب التصويت لمدة ساعة اخرى. دي ما فيش اي مشكلة فيها، ده في ايد اللجنة القضائية. هو ممكن يبقى ساعة وممكن يبقى اقل وممكن يبقى اكتر على حسب الناس يبقى اللي أكتر سجلت، حسب ما المشهد الموجود والاعداد. يعني ما هو ممكن يكون اعداد بسيطة، صحيح، فخلاص ممكن الساعة 7 ويقفل. وانتم يعني ما من 9 الصبح ل 7 دلوقتي، انتم مفكرين تيجي بعد الساعه 7؟ لا، بس هو طبيعي لحد الساعه 7 مفيش مشكله، التسجيل هيقف لغايه 7. ممكن تبقى الاعداد اللي سجلت ممكن تبقى كتير ممكن تبقى اقل، دي قصه ثانيه. لا لا، دي قصه ثانيه، انا بتكلم على مد الفتره لساعه كمان للي ما سجلوش. صحيح، ده حسب الاعداد وحسب رؤيه اللجنه القضائيه.